الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على النوع الأول من أنواع الزكاة، وهو زكاة الحرث. تقدم أن الزكاة ثلاثة أنواع: زكاة الحرث، وزكاة العين، وزكاة الماشية. وسبق في الدرس الماضي الكلام على النوع الأول وهو زكاة الحرث. قلنا ما يزكى مما يخرج من الأرض وهو الحبوب، وكيدخل فيها القطاني والتمر والزبيب وذوات الزيوت الأربع، وهي السمسم والقرطم وحب الفجل والزيتون. وذكرنا أن هذه إذا بلغت نصابا، هذه الأنواع كلها مما يخرج من الأرض إلى بلغت النصاب وهو 5 أوسق كما جاء في الحديث، وبالوزن ديالنا على سبيل التقريب 550 كيلو الفوق، هذا هو النصاب تقريبا. وإلا ذكرنا أن الشرع راه حددها بالكيل، وحنا في زماننا ولينا كنعبروا بالوزن، مابقاش عندنا الكيل. وذكرنا أن تكليف الناس بعدها بالكيل في زماننا فيه حرج شديد، لأن عدها بالكيل يحتاج إلى مصاريف، إلى عمل. وبالتالي فالنصاب المتوسط بين الأصناف هو 550 كيلو. فإلا بلغت هذا النصاب، يعني وصلت 550 كيلو الفوق، ففيها الزكاة. شحال هذه الزكاة؟ إما العشر أو نصف العشر. إن كانت بماء السماء، أي بدون سقي بالآلة، بدون سقي بالمؤونة، ففيها العشر كاملا. ما معنى العشر؟ ذاك المحصول كامل شحال ما كان، 1000 كيلو ولا 1550 كيلو. لأن كاين بعض الناس تهدي، واحد التنبيه مهم، ملي كيسمعوا العشور كيظن أن العشور معناه خاص كل 1000 كيلو فيها 100 كيلو، يعني خاصة تكون 1000 مقادة. لكانت عنده 1770 كيلو كيخرج على 1000، هذيك 770 ما كيعتبرها كسور. لا، ملي كنقولوا العشور، عشور المحصول ديالك كاملا. إذا كان 1770 غتقسم 1770 ونص كيلو على 10، واضح المعنى شحال ما كان الكسور. 1330 كيلو ونص كيلو رابعة، قسم كل شيء على 10، واضح، ماشي الكسور ما كيتقسمش، كل شيء يتقسم مادام بالغ النصاب. إن كان هذا المحصول كان بالسقي بالآلة بالمؤونة، ففيه نصف العشر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا من بين الأصناف اللي ذكرنا ديال الزكاة، وكان الأمر ظاهرا، لكن بعض الإخوة سأل عنه، اللي هو ذوات الزيوت. هذيك ذوات الزيوت الأربع: قرطوم والسمسيم وحب الفجل والزيتون. واللي هو دابا كثير في زماننا حنا وموجود هو الزيتون، من ذوات الزيوت، واللي معروف وكثير. ربما هذه الأصناف توجد في بلاد أخرى. هذا الصنف هذا اللي عنده زيت، والغالب الناس كيخرجوا الزيت ديالو، واش الزكاة تخرج منه أو من زيته؟ الأحوط والأفضل أن تخرج من زيته، ما دام هذا الزيتون غير تطحن، فالإنسان حتى يطحن زيت ويخرج الزكاة من زيته. إذا الأصل والأفضل والأحوط أن تخرج الزكاة من الزيت. لكن النصاب باش كنعرفوه؟ بالزيتون. نخرج النصاب من الزيت إذا بلغ الزيتون النصاب. احنا جبدنا هبطنا داك الزيتون، حطيناه الأرض، عبرناه، لقيناه بالغ النصاب 5 أوسق، 550 كيلو الفوق، وصل لهذا النصاب، لقينا 1000 كيلو، 2000 كيلو، 1500، 1200، إذا فايت النصاب. ففيه الزكاة اللي هي كما قلنا إما العشر ولا نصف العشر على حسب التفصيل السابق. طيب هذا العشر ولا نصف العشر خرجوا من الزيتون قبل ما نطحنوا ولا تنطحنوا؟ إذا كان الزيتون غير تطحن، راه ذكرنا الزيتون اللي ما كيتطحنش، اللي ما كيطحنوش الإنسان، هذاك بوحده. لكن الأصل نسينا، ما منبهناش، يعني الأصل هو هذا، ما دام الإنسان غادي يطحن ذاك الزيتون فحتى يطحنوا ويخرج العشر من زيته، واضح المعنى؟ إذا كان واجب عليه العشر، لما طحن هذيك مثلا كان عنده 1000 كيلو الزيتون، لما طحن ديك 1000 كيلو الزيتون مثلا، حنا نفرضوا أعطاته 100 لتر، واجب عليه فيها العشر، يخرج منها 10 لتر، 190 ديالو و10 زكاة، 200 180 ديالو و20 زكاة، 1000 لتر 900 ديالو و100 لتر العشر هذاك زكاة. إلا كان بالسقي عليه نصف العشر، هذا الشيء كامل اللي قلنا، 100 لتر عنده فيها 5 يطرق، 200 لتر عنده فيها 10 لتر ديال الزكاة، وهكذا. قل أو كثر ما كيهمناش شحال عطاتنا، واش الزيت عطات بزاف ولا عطات شوية، ما دام الزيتون بالغ النصاب وانت طحنتيه فخرج
لو فرض شي نفرضوا نمشيو بعيد، لو فرضنا هذه 600 كيلو عطاتك غير 10 لتر، اي 10 خرج منها لتر واحد هو العشر ديالها فيه الزكاه، عطاتك 10 لتر تخرج العشر ديالها اللي هو لتر، عطاتك 5 خرج العشر ديالها اللي هو نصف لتر. الا كان واجب عليك كانت بالسقي بالاله نصف العشر، واضح الكلام؟ هذا هو الاصل، هذاك اللي كنا ختمنا به الدرس. الا كان الانسان ما طحنش الزيت غادي يبيعوها هكذاك في الشجر ديالو زيتونه، ديك الساعه قلنا كيخرج من ثمنه واحد باع، ولكن داك الزيتون بالخرص بالغ العشر، خرص وعلم انه يبلغ العشر. ولا كان داك الزيتون من النوع اللي ما كي ما كي ما كيطحنش، كاين واحد الزيتون ما كيعطيش ناشف ما كيطحنش عاده، فمن اللي يبيعو يخرج العشر من ثمنه. وراه قلنا الثمن سواء كان بالغ النصاب ديال النقد ولا اقل، لان العبره بالنصاب ديال الحبوب، فما دام الحبه الزيتون بالغ النصاب فغنخرجوا من الثمن ديالو، واضح؟ ونفس الكلام يتقال في الزيتون يتقال في واحد المساله اخرى هي سئلت عنها، اللي هي دابا الان ملي كيقول لك الفقهاء شو ملي كيجيو يفصلوا لك في القدر المخرج، بغيتي تعرف شنو هو الزكاه شحال واجب عليا، كيتسمى القدر المخرج، شحال خاصني نخرج، كيقول لك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، اذا كان المحصول بماء السماء ففيه العشر، كان المحصول بالسقي بالاله بالسقي بالمؤونه سقي فيه مؤونه ففيه نصف العشر. ما عدا ذلك راجع لهذا التفصيل. الشرع باش فرق لك غيبيل ان يكون بماء السماء وان يكون بالسقي بالاله بالسقي بالمؤونه، فرق لك بين هادو بجوج. اذا اشياء اخرى ما داخلهاش في التفصيل هذا، ديما كنرجعوا واش بماء السماء ولا كذا، واضح معنا؟ المصاريف الاخرى لا تخرج ولا تنقص لك من الزكاه، بمعنى ما كنحيدوهاش. ماشي انسان كيقول لا انا عندي دابا ملي غنبيع الزيتون ولا غنبيع المحصول غنخلص الخدامه ونحيد كذا وكذا من الحبوب اللي شريته وزرعتهم ونحيد كذا وكذا بالمال باش بعد وعاد ما بقي نخرج العشور ديالو، لا ده غلط، هذا غلط، كنخرجوا العشر من المحصول الكامل المنتج كامل، العشر ولا نصف العشر، وبعد ذلك ديك الفلوس اللي بقات لنا 9 الأعشار كتبقى لنا 9 أعشار، هذيك 9 أعشار نخلصوا بها الخدامه، نردوا بها الديون، نديروا بها الامور التي علينا، لكن العشر يبقى العشر او نصف العشر بالسقي فيه نصف العشر. اذا ما عدا ذلك من المصاريف لا دخل لها في نقص الزكاه. الا قال الانسان ولا لا درت هكذا ما غتخرجنيش، الا ما غتخرجكش ما ديرش الفلاحه، ما ملزمكش الله دير الفلاحه، دير تجاره اخرى، بيع وشري، خدم عند شي حد، كون عامل خدام، ما تخرج انت عارف، شوف قدر امورك وشوف واش هذا الامر غيسلكك ولا لا، ما غيسلككش الشرعان ما مخرجكش، دير شي حرفه اخرى، ما كلفكش الله دير الفلاحه، لا انا غنكري الارض وغنعطي المصروف الارض ما يبقى لي والو، ومن الزمك ان تكون فلاحا، انك تخدم الارض، ما لزمك حتى حد، هذا هو الحكم في المسألة. ثم الآن ننتقل إن شاء الله للقسم الثاني اللي هو زكاة العين. كنت شرحت في الدرس الماضي قلت لكم زكاة العين كتسمى زكاة النقد، وفوقنا هذا كتسمى زكاة المال، لأنه في عرفنا هذا شاع هذا المصطلح اللي هو المال أننا كنستعملوه في الفلوس، كنستعملوه في النقد في العين، وإن كان في الأصل في اللغة كل ما يملكه الإنسان فهو مال، سواء كان عرضا أو عينا. قديما كانوا كيقسموا المال إلى قسمين، كاين المال اللي هو عين والمال اللي هو عرض. شنو هو المال اللي هو عين؟ هو أثمان الأشياء، الذهب والفضة، هذا كيتسمى مال عيني، عين هذيك عين، لأنها ثمن للأشياء. الفلوس ما غناكلهم ما نشربهم ما نلبسهم ما نعس عليهم، غادي ينفعوني نشري بهم، هذا كيتسمى عين. ما عدا العين كيتسمى عرض، هي اللي كنسميوها حنا دابا السلع، العروض هي السلع، سلعة، حوايج، ماكلة، شراب، أثاث البيت، إلى آخره، هذه كلها عروض. لكن في وقتنا هذا ماشي مشكل، لا مشاحة في السلاح، شاع استعمال لفظ المال في الغالب في عرفنا فاش؟ في العين، في النقد، في الأثمان، العملات المعاصرة اللي هي أثمان الأشياء هي اللي كنسميوها مال. إذا الآن إن شاء الله غنتكلموا على زكاة المال، وملي كنقولوا زكاة المال كتدخل فيه إن شاء الله حتى هي غنتكلموا عليها بالتبع عروض التجارة بإذن الله. إذا نبداو بعدا بزكاة الأصل اللي هو زكاة المال، وعاد تجي معنا عروض التجارة. زكاة المال هي نقولوا حنا بمصطلح المعاصر نقولوا زكاة العملات المعاصرة، زكاة العملات اللي كنتعاملوا بها الآن، الدرهم، الريال، الأورو، الدولار، قل ما شئت، ديال الأموال في زماننا هذا، ديال النقود في زماننا هنا، العملات المعاصرة. وإلى الناس كاين الناس في بعض الشركات كيتعاملوا مازال الآن بالذهب والفضة، حتى هي داخلة في الأموال، حتى هي كتعتبر أثمان
لي الاشياء مادام كنشريو بها الحوايج وكيطلع بها السوق حتى هي هذيك هي الاصل الذهب والفضه هي الاصل هي اللي غنقيسوا عليه الاموال ديالنا. لكن في الغالب الناس يسالون عن زكاه العملات المعاصره اللي هي اثمان الاشياء. العملات جمع عمله يقال العملات والعمولات جوج صحاح في الجمع. المهم كيف نزكيها؟ الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيفية ذلك بالعملة التي كانت في زمنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لحكمته ولأن الشريعة جاءت بقواعد وأصول وضوابط عامة ما غيتكلمش النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه على الأورو الدولار، قلنا غيجي واحد زمان غير الناس كيديروا الأورو، اللي عنده الأورو يدير كذا واللي عنده الدولار. لا، عطانا أصل قاعدة اللي هو العملة اللي كانت في زمانه، وعلى ذاك العملة اللي كانت في زمانه تقاس سائر العملات في أي زمن من الأزمنات. شو العملات اللي كانت في زمانه؟ جوج. كان الدينار، هذه عملة مسكوكة ومصنوعة من الذهب، وكانت عملة أخرى كتسمى الدرهم مصنوعة من الفضة، وكانوا شي أجزاء ديال الدرهم الأوقية وكذا، دي أجزاء بحال تقول 10 ريال 10 كذا كذا، دي أجزاء ديال الدرهم الأوقية وغيرها من العملات اللي غتلقاوها في الأحاديث، ولا هذه كلها أجزاء ديال الدرهم كتسمى نقود تهي فضية، لكن العملة الأساسية في الفضة هي الدرهم، هذه أجزاء ديالها. المهم جوج العملات هي اللي كانت مشهورة، واحدة مسكوكة من مضروبة من الذهب كتسمى الدينار، والأخرى بالفضة كتسمى الدرهم. هادو هما جوج اللي كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. اذا في زمان النبي عليه الصلاه والسلام اللي غيبغي يبين للصحابه زكاه المال، باش غيبينها بالدينار والدرهم لانه العملات اللي كانوا. فشنو النصاب اللي بين لهم؟ قال لهم اللي عنده 20 دينارا، الدينار النبوي ماشي في زماننا، اللي عنده 20 دينارا وبالشروط الاتيه حال عليها الحول وما عليهش دين الى اخر ما سياتينا، وجبت عليه الزكاه اللي هي ربع العشر. او اللي عنده 100 درهم، اذا كانت الزكاه في الذهب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي 20 دينار، وفي الفضه هي 100 درهم، 200 درهم نبوي، حتى هي حال عليها الحول الى اخره، وجبت فيها الزكاه اللي هي ربع العشر. وهاد 20 دينار كتعادل 200 درهم، كتعادلها. ولهذا اللي عنده شي حاجه من الدينار وشي حاجه من الدرهم كيضم هذه مع هذه، لانهم اللي كانوا كيمشيو للاسواق كيشريو اما بالدينار ولا بحال بحال. مثلا واحد قال لي شحال هذه كدير؟ هذه كدير 100 درهم، يقدر يعطيه 100 درهم، يقدر يعطيه 10 دنانير، لان 200 دينار كتعادل 20 درهم، واضح المعنى؟ وبالتالي ممكن يعطيه 10 دنانير، يعطيه بحال انت تعطيها اوراق ولا مصرفه ولا كيف ما عطيتيها لي، راه كيشدها من عندك، واضح المعنى؟ اذا ف 20 دينارا تعادل 200 درهم في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. فاللي عنده مخلطه ما عندوش 20 درهم، عنده 100، عنده 100 درهم و10 دنانير، واجب عليه الزكاه هو هو عنده النصاب، ماشي شرط خاصو يكونوا كلها ذهب ولا كلها فضه. عندك مخلطه يضم بعضها الى بعض، كلها كتسمى نقد، يضم بعضها الى بعض. عندك ثلثين من الدراهم وثلث من الدينار كتخلط، او العكس او الى اخره. المهم كتجمع، هما راه كانوا عارفين كيجمعوا داك المال مجموع ما عندهم، وكيشوفوا واش بلغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اما 20 دينارا وما يساويها، 100 درهم وما يعادلها، فهمنا المعنى؟ ففي ذلك هادشي اللي كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. طيب في زماننا ما بقى لا دينار ولا درهم، كيف نعرف الزكاه؟ الجواب ان اهل العلم قديما اش داروا؟ لاحظوا باش تعرفوا الامر كيفاش جاي. دابا في الوقت المعاصر كيتقال الانسان، كيتقال ليه راه 20 دينارا تعادل 85 غراما من الذهب، و 100 درهم كتعادل بالغرام في الفضه 595 غراما من الفضه. فكثير من الناس كيتسالوا كيقولوا باش عرفوا العلماء اللي قالوا لنا راه، ولهذا يقدر يجوا هذا المشك يكون في السنه يجي هكذا يظهر يقول لهم ما جاء وقال لك 85 غرام هذا كذا، والانسان ما عارفش الجواب وينبهر. كتلقى انسان ما عارفش، ما فاهمش القضيه من جات وما عارفش الجواب، يقول بصح شكون قال لك بصح؟ راه هذا هو المشكل اللي كنا تكلمنا عليه مرات، كيعجبوه هادشي اللي كيقول بصح ما مين جابوها؟ ما عارفش انت مين جابوها، راه فيك انت مشكل، ماشي بصح هادشي اللي قال ما بصح ولا شيء تخربيق، ولكن انت ما عرفتيش الجواب بان لك بصح، خاصك ان كنت صادقا تقول وخاصني نسول ونعرف اكيد جابوها من شي حاجه، ماشي تقول بصح. ولا هذاك كيهضر كيقول لهم جاوبوني، شكون غيجاوبك وانت بوحدك؟ ودابا كيهضر واحد مع راسه في الهاتف وكيقول لهم يلاه جاوبوني، شكون غيجاوبك؟ من سي وانت تتحدث وحدك، اجي عندهم ويجاوبوك. هاد الفقهاء اللي كتهضر لي اجي عندهم وقول لهم ويجاوبوك، ما
انت بعيد مخندق في مكان وكتشوف غير في الهاتف وكتقول لهم يلا جاوبوني كيديروا يجاوبوك وكيجاوبوك في مواطن متعدده ولا تستمعوا لي شيء وتعاود تخرج تقول ما جاوبتونيش هذا لعيب هذا ولا عيب بالدين لكن الاشكال ماشي في هذا هذا صاحب هوا اشكال في الاتباع في الناس اللي كيسمعوا يقول لك والله يا بصح عنده القوه ولا فيما يقول طيب هذا هاد 20 دينارا كتعادل 85 غرام من الذهب من اين اتى بها العلماء الجواب اعلموا ان العلماء قديما لما بدات العمله النبويه تندثر لان ديك العمله اللي كانت في زمان النبي بقات بعد موت الرسول في زمان الصحابه بقى متداول الدينار والدرهم من بعد في خلافه عمر بالخصوص بدات كتصك تصك يعني تضرب وتصاغ تصك في دار السكه بحال دابا دار السكه كتصنع فيها حتى هما راه كانت عندهم دار السكه راه السكه احدثت في زمن عمر اول من احدثها هو عمر بن الخطاب في المسلمين بين المسلمين وعمر لهذا كيتعد هذا مثال كيمثلوا به المصالح المرسله السكه اللي كيصيغوا بها الاموال فالشاهد بدات عملات اخرى تظهر وبدات من بعد واحد العملات مصنوعه غير من النحاس والحديد كيسميوها الفلوس هذه عباره الفلوس جات من هنا من ديك العملات اللي مصنوعه غير من النحاس ولا الحديد لكن موثوق بها لان اللي جعل الثقه بها ولي الامر ولي الامر ديال الدوله جعلها موثوق بها والناس كيتداولوها وكيشريو بها ويشري بها هذا دار يشري بها كذا وتا هو يعاود يشري بها موثوق بها يعني ماشي واحد شاك فيه يقول لي لا عندك ناخذها من عندك وما يبغيش ياخذها من عندي واحد اخر فاذا الشاهد ولات عملات اخرى لما ولات عملات معاصره ديك العمله اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدات كتنقص بحال دابا الا عقلتوا شي عمله عندها قرن مثلا عندها قرن من الزمن كتلقى باقي شي حبات قلال منها ولا لا محتفظين بها الناس لان درات عمله جديده هذيك ما بقات غاده وكتنقص كتنقص ما بقاتش كتباع مفهوم معنى فلما هاد الدينار والدرهم بدا كينقص ينقص يلا بقات شي حبات قلال متداوله بين الناس فلان راه مازال محتفظ بواحد الدينار نبوي فلان مازال محتفظ بواحد الدرهم الفقهاء اش داروا كانوا ديك الساعه راه هما كيقريو الزكاه وكيفتيو في الزكاه اذا خافوا هذا النصاب الشرعي ما يبقاش ولات عملات جديده فشنو داروا العلماء خداو ديك الدرهم الفضي والدينار الذهبي ووزنوهم هنا باش يحفظوا لنا النصاب ديال الزكاه بقى مشاو كيقلبوا على ديك حبه عند فلان الله يجازيك بخير عطيني طيب باش وزنوها بحبات الشعير وزنوها بحبات الشعير ما كانش متوفر الوزن بالتدقيق بالصوره اما اللي كنت كتسمع الوزن عندهم ماشي بالتدقيق اللي عندنا حنا دابا الان بالغرام وما هو اقل من الغرام فباش وزنوها اهل العلم باش ما يكونش فيها النقص شنو داروا داروا في الميزان في ذاك الميزان الذي يوزن به الذهب هذيك القطعه ديال الدينار وداروا في الجهه الاخرى حبات ديال الشعير متوسطه وقطعوها قطعوا لي هذاك الطرف اللي خارج من الفوق ومن التحت قطعوا لي الطرف اللي خارج خلاو الشعيره هي ديك متوسطه وجاو داروا الحبه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه العاشره وصلوا لواحد المقدار 11 هبط الميزان شنو شدوا ديك الحبه 11 قسموها على جوج باش يشوفوا واش 10 الحبات ونص ولا 10 الحبات وثلث حبه ولا 10 الحبات وخمس حبه قسموه على شافوه هبط لا مازال ثقيل شي شويه خداو داك النص عاود قسموه بغاو غادي وكيقسموه حتى عطاونا بالضبط الدينار شحال فيه قال لك 10 الحبات من شعير وخمس حبه ولا خمس حبتين الحبه ديال الشعير دقدقوها مزيان باش يعطوك بالضبط دون زياده ولا نقصان لان غيلزموك بحكم شرعي وما يمكنش يلزموك بما لم يلزمك الله به خصو يعطيك داكشي اللي وجبوا عليك الله تعالى اذا طيب من اللي عرفوا الدينار الواحد شحال كيوزن ساهل داك المقدار غادي نضربوه في 20 مثلا وزننا دينار لقينا الوزن ديالو مثلا 20 حبه من الشعير وثلث حبه وخمس حبه اخرى ياك هذا الوزن هذا به باش غادي نعرفوا واخا ما يبقاش الدينار كاع يمشي ولينا عرفنا النصاب لان هذاك الوزن غنضربوه في 20 واضح المعنى خداو الدرهم الفضي وتعاملوا معاه بنفس المعامل واذا اي واحد كيقرا كتب الفقه ترجع كتب في المذاهب كلها في مذهب مالك الشافعي الحنفي الحنبلي ملي كيبغيو يذكروا لك الزكاه كيذكروا لك الوزن ديال الدينار والدرهم بحبات الشعير حبات الشعير كيقول لك الدرهم يزين كذا وكذا من حبه شعير وثلث حبه وخمس حبه تثلث الخمس واش خمس واحد ولا خمس خمس كنقسموا حبه على خمسه وناخذ الجزء الاول والثاني هادو خمساني واحد خمس الى اخره فحفظوا لنا الوزن ديال الدينار والدرهم ديك الساعه الا بغى يتلف الدينار والدرهم ما بقاش بان بحال دابا كاين الدينار والدرهم قليل كاين ناس كيقولوا راه كاين شي دينار نبوي في شي متاحف ولا المهم على كل حال عرفناه ما عرفناش لا يضر خلاو لنا الوزن حبه شعير موجوده
خلاوه. فالعلماء من بعد ملي ولا الوزن جاوا وزنوا لنا ديك هذيك المقدار ديال 20 دينار ملي ضربوه من ديال الدينار ديال حبات الشعير لما تضرب في 20 عبروه لينا داروه لينا في الميزان ملي ولا الجرام ولا شائع ومعمول به. فوزنوا لينا هذوك الحبات الشعير عرفتوا هذا المقدار يضربوه في 20 وزنوا لينا كامل بالجرام لقاو كيعادل 85 غرام. هذه من جات ان 20 دينارا كتساوي 85 غرام. فهمتوا من جات هكذا جات. كذلك نفس الشيء في الفضه هكذا من جات ذاك المقدار اللي عبروا به الدرهم الفضي الواحد دير لان الدرهم الفضي كيتضرب في 200 ضربوه في 200 شافوا شحال عطاو من حبات الشعير وضعوا حبات الشعير في كفه والجرامات في كفه عطاتهم 595 غرام. واضح المعنى؟ فقال لك اذا هذا هو هذا هو النصاب. واضح المعنى ديال الدرهم الفضي واضح. فمن هنا من جا داك العبار هذا غير باش تعرفوا 85 595 من اين اتت اتت من ها هنا. وهذا موجود في كتب الفقه تجدونه في كتب الفقه القديمه ماشي المعاصره ديال حبات الشعير كذا كذا موجود في كتب الفقه القديمه. اذا المقصود خلتها احنا عرفنا الان الوزن ديال الذهب 85 والوزن ديال الفضه 595. قد تقولون كاين فرق كبير بين 85 و 595. الجواب كاين فرق كبير لان كاين فرق بينهما في القيمه. واش قيمه غرام ديال الذهب هو غرام ديال الفضه؟ حتى في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ماشي بحال بحال. ولهذا شتي هذا المقدار هذا راه هو المقدار اللي كان متعادلا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. يعني في زمن النبي عليه الصلاه والسلام 85 غرام ديال الذهب كتعادل في القيمه 595 غرام ديال الفضه في زمن النبي ماشي في زماننا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. هذا الشيء علاش كانت واجبه الزكاه اما في 20 دينارا ولا في 200 درهم لان هذه 85 كانت كتعادل 595 في القيمه. غتشري 595 غرام ديال الفضه نفس القيمه اللي غتشري بها 85 غرام ديال الذهب في زمن النبي عليه الصلاه والسلام. واضح المعنى؟ فاذا بقى عند العلماء ضابط كيقيسوا عليه الاموال ديالهم. طيب من بعد ولات العملات المعاصره ياك ولات العملات ولات الاوراق اوراق موثوق بها لان ولي الامر والدوله هي التي تصنعها وبالتالي موثوق بها عند الناس. تصور انسان كيعطي دار وكياخذ اوراق اوراق لكن هاد اوراق صار موثوق بها لانه عارف انه يقدر يشري بها حاجه اخرى ما غيرميهاش راه حتى هي نافعه. ملي كيوصل يحصل الثقه بين الناس في واحد العمله كتولي معتبره. فالشاهد من بعد صارت عملات معاصره الناس كيجيو يسولوا على الزكاه الفقهاء ضابطين الامر كيقولوا ليه يعني نصاب الزكاه 85 غرام ديال الذهب. نمشيو نشوفوا 85 غرام ديال الذهب الخالص شحال الثمن ديالها كم ثمنها قيمتها. كيلقاو مثلا العمله مثلا اللي عند الناس معاصره في ذاك الزمن شي عمله مثلا مسمينها لو فرض مسمينها الاوقيه هي عمله معاصره مسمينها الاوقيه. فكيشوفوا 85 غرام ديال الذهب شحال دايره الا بغاو يشروها بالاوقيه. مثلا بغاو يشروها بالاوقيه دايره 10000 اوقيه كيقولوا لهم اذا النصاب هو 10000 اوقيه عندكم. واضح؟ نفس الشيء غنسحبوا على زماننا هذا 85 غرام ديال الذهب الخالص شحال الثمن ديالها في السوق بالجمله ثمنها الاصلي بالجمله. ولكن الذهب الخالص ليس مخلوطا بفضه ولا نحاس ما مخلط حتى شي حاجه الخالص القيمه ديال 85 غرام غنشوفوا بالعمله ديالنا بشحال غنشريوها بداك الثمن باش غنشريوها هو النصاب. واضح المعنى؟ هذا بالنسبه للذهب. بالنسبه للفضه كذلك بشحال غادي نشريو 595 غرام ديال الفضه هذاك هو النصاب. لكن الا درنا هذا الشيء في زماننا غنلقاو تفاوت كبير بين الا قسنا فلوسنا على نصاب الذهب والا قسناها على نصاب الفضه. يعني الا بغيت نشري 85 غرام من الذهب الخالص دابا الان غنشريها تقريبا ب 55000 درهم دابا الان في الذهب الخالص. لكن بغيت نشري 595 غرام ديال الفضه الخالصه غنشريها ب 4000 درهم 4150 درهم تقريبا 4150 درهم نشري بها 585 غرام ديال الفضه الخالصه. طيب اذا وقع تفاوت وقع لكن فين وقع؟ وقع في الزمن المتاخر. اما في زمان النبي عليه الصلاه والسلام هذه 595 كانت كتعادل 85 هذيك الثمن اللي غتشري به 85 هو اللي تشري به 500. اش وقع مع مرور القرون والعقود من السنوات الذهب صار ينهار الفضة صارت تنهار. شو معنى الفضة صارت تنهار؟ قل طلبها قل الطلب وكثر العرض
ولم تصير عند كثير من الناس ثقة بها، تديك الثقة بالفضة ما بقاش ديك الثقة بها. ولهذا أعداء الدين وهذا اللي عارفين قيمة هذا الشيء يشترون الأشياء كيحاولوا يشتروا الذهب فقط دون الفضة، لأن الذهب عارفين هو اللي غيبقى محافظ على قيمته. فالمقصود أنه مع مرور الزمن صار الفضة يكثر يقل طلبها مع كثرة العرض، وأي شيء إذا قل طلبه وكثر عرضه نقصت قيمته. أي شيء كتنقص القيمة بقلة العرض، بقلة الطلب وكثرة العرض. فإذا الفضة ولاو الناس يتهافتون يسبقوا على الذهب، ذهب 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 قليل اللي ولا يلتفتوا للفضة. فإذا طبيعي أنها غتبقى غادي وتهبط، فبقى غادي الثمن ديالها وكيهبط كيهبط حتى وصل إلى ما رأيتم. واضح المعنى؟ وإلا الأصل أن هاد 595 كان خاصنا نلقاوها حتى هي بخمسة ونص ولا خمسة د المليون، ولكن بقى غادي وكينقص عقدا بعد عقد، 10 سنين مور 10 سنين هو كيطيح، بل سنة بعد سنة كيهبط حتى وصل لهاد الثمن اللي ذكرت لكم. طيب إذا الآن وقع تفاوت، ماشي بحال زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقع تفاوت بين الذهب والفضة ففلوسنا، علاش غنقيسوها باش نعرفوا النصاب؟ واش على الذهب ونقولوا 55 ألف درهم، ولا على الفضة ونقولوا 4150 درهم؟ الجواب اختلف العلماء المعاصرون في هذا، لأن هذه المسألة كتسمى من النوازل، هذه نازلة من النوازل ولا لا؟ هذه ما كانتش في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت 595 كتعادل 85 غرام من الذهب، فما كانش الإشكال، واضح؟ لكن في زماننا هاد الذهب زاد شي شوية، لأن الذهب طلع شي شوية على القيمة اللي كانت، شي شوية ماشي بزاف، ولكن الفضة انهارت، طاحت بزاف. فإذا هذه اش كتسمى؟ نازلة، ليس عليها نص من كتاب وسنة، ما تلقاش عليها نص من كتاب وسنة. ولم يفتي فيها من سبق لأنها ما كانتش في الأزمنة السابقة، نازلة معاصرة، ولهذا اختلف فيها العلماء المعاصرون. فكاين من العلماء المعاصرين اللي قال لا، فلوسنا لحقوها بالفضة، علاش؟ مراعاة لحال الفقير، ولأن النصاب ديال الذهب راه كثير بزاف، 55 ألف درهم 5 مليون بزاف، فإذا لحقوها بالفضة، خاصة أنه في زماننا كثر الفقر وما بقاتش كثير بالأمور اللي كانت في الزمن النبوي كانت كتسد منها حاجات الفقراء، ما بقاتش. فإذا ما كاينش السبيل باش نسدوا الحاجات ديال الفقراء إلا الزكاة، فإذا نقولوا النصاب هو 4150 درهم. فاللي عنده هذا القدر وحال عليه الحول، لأن ماشي غير اللي جمعوه وجبات عليه الزكاة، لا جمعتيه واحتاجتيه وصرفتيه لا زكاة عليه، ولكن جمعتيه وبقيتي حاطه وتحال عليه الحول، إذا ما اضطريتيش ليه، لأن الإنسان لا اضطر ليه مرض ولا مرض أهله ولا أمه ولا غيبقى واضع الفلوس سنة كاملة، اضطري غيصرف منه، صرفتي منه لا زكاة عليك، لكن بقات موضوعة وما اضطريتيش ليها وما احتاجيتيش، واخا كنت كتعيش شوية في ضيق واضعها جانبا إذا ما كاينش ضرورة، لأنك ضرورة غتنقد حياتك وحياة ولدك وكذا وكذا بالمال. حال عليها الحول، قال هؤلاء تخرج منها الزكاة اللي هي ربع العشور، غير ربع العشور ديالها نظرا لحال الفقراء، واضح؟ هؤلاء نظروا لهذه الناحية. وقال لك ثانيا ولأن هذا أحوط وأبرأ للذمة، باش الإنسان يحتاط ويبرأ الذمة دياله يخرج من أقل ما يمكن. طرف الآخر من العلماء وهم الأكثر، أكثر علماء معاصرين، قال لك لا، تلحق الأموال المعاصرة بالذهب. علاش؟ قال لك لأن الذهب بقى محافظ على القيمة اللي كانت في الزمن النبوي، واستدلوا على ذلك بأحاديث تومئ لهذا، فيها إشارة لهذا المعنى، إشارة لهذا المعنى، أن مثلا 20 دينار كان الرجل يشتري بها مثلا 20 شاة ولا 30 شاة، ورد مثل هذا عن النبي في أحاديث، فدل على أنها كان عندها قيمة، من الإنسان غيشري بها 40 راس ولا 50 راس ديال الشياه ولا كان لها قيمة، كما في زماننا ممكن يشتري بها هذا العدد من الرؤوس. فالشاهد قالوا الذهب بقى محافظ على القيمة دياله، فبه تلحق الأموال، وبالتالي هذا هو النصاب اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الفضة فقد انهارت وسقطت عن قيمتها فلا تعتبر، ما اعتبروها تعتبروا الذهب. وبعض أهل العلم خير المزكي، قال المزكي إن شئت أن تلحق مالك بالفضة تبرعا تطوعا منك واحتياطا وإبراء للذمة، فإذا لا عندك فوق 4000 درهم، 4150 قلنا، عندك فوق منها وحال عليها الحول، فالأحوط والأبرأ للذمة تخرج عليها الزكاة ربع العشر، لكن لم يلزم. وإن لم تشأ فألحقها بالذهب اللي هو حاليا 55000 درهم، وقابل للزيادة وللنقصان، ممكن يهبط وليه 50 ولا 40 ولا 45، وممكن أن يزيد، غير ولا زاد زيادة كثيرة غيولي عتني كلام آخر لأهل العلم. واضح المعنى؟ إذن فالعملات ديالنا المعاصرة فيها قولان
للمعاصرين لان دي نازله ما عندهاش فيهاش فتاوى الصحابه ولا الائمه الاربعه معاصره، ولهذا اختلف فيها المعاصرون. اذا الخلاصه ان من اراد ان يحتاط ويبرئ ذمته وايضا ان يتعاون مع الفقراء والمساكين فالأحوط له أنه إلى عنده وخاء أقل من 55,000 درهم، خاصة لكان وسط بينهما مثلا عنده 30,000 35,000 40,000 45,000، الأحوط والأبرأ للذمة أن يخرج عنها ربع العشر ويحتسب لله، الله تعالى يبارك له، الله تبارك وتعالى يبارك له في ماله إن شاء، لكن إن لم يشاء فلا يلزم، فحينئذ لا أقل من 55,000 درهم. يعني اللي عنده 55 والفوق هذاك وجبت عليه الزكاة بالإجماع، واش واضح الفرق؟ اللي عنده 55 والفوق واجب عليه الزكاة اتفاقا، هذا ما فيش خلاف. شنو اللي فيه خلاف؟ هو اللي بين 55 و4,000 درهم، هذا هو اللي محل الخلاف المعاصر. قلنا الأحوط أن يقيسها الإنسان على الفضة، فإن لم يشاء فلا أقل من أن يقيسها على الذهب، ما عندوش خيار آخر، اللي هو 55,000 درهم. واضح المعنى؟ طيب، ها هو الإنسان بلغ هذا النصاب، نفرضو 55,000 درهم والفوق عنده هذا النصاب، شنو الشروط باش توجب عليه الزكاة؟ أول شيء واجب هو مرور الحول، هذا 55 مر عليها الحول كاملا وما زال عندك، ما نقصتش على النصاب. إلا مر عليها الحول لكن أثناء الحول نقصت على النصاب، عندك 55,000 درهم، واحد مرة احتاجيتي عملية جراحية لك ولا لوليداتك ولا الكذا، ولا شريتي شي حاجة، شريتي السيارة لك، عرض قنية، هذا عرض قنية، شريتي السيارة لك ولا إلى آخره، ونقصت ولات غير 40,000 درهم. لكن ما جا يوصل الحول حتى رجعت عاوتاني 55,000 درهم، جمعتي وكذا كذا ورجعت 55,000 درهم، فلا زكاة عليك، تعاود تستقبل بهذيك 55 في ذاك الشهر اللي بلغات الزكاة، تعاود تستقبل بها حولا جديدا، لأنها ملي نقصات على الحول ما بقاتش فيها الزكاة. واش واضح معنا؟ كانت 55 دازت 6 أشهر مثلا بلغات 55 في رمضان، وصل ربيع الأول نقصات، بقات غير 40,000 درهم، شرى الإنسان شي حاجة ولا صرف بقات غير 40. جاء شعبان صارت عاوتاني 55 جماع، ولا توهب لي شي مال ولا ورث شي مال ولا الى اخره، فصارت ايضا 55. ملي ولات 55 نقولوا ليه دابا استقبل بها حولا، حسب من دابا واحد الحول مقبل شعبان، ياك انت في شعبان، طيب الا بقات عندك هذا النصاب والفوق ما هبطش تحت منه 55 وانت طالع الفوق حتى شعبان الجاي وجبات عليك الزكاه، اذا هذا رمضان اللي جاي ما وجباش عليك الزكاه لانها غتبدا حول جديد. فهمتوا المعنى؟ طيب، اذا يشترط مرور الحول. والشرط الثالث أن لا يكون عليه دين يسقط كذلك المال عن الزكاة. إذا كان مدين عليه دين يستغرق النصاب، يعني كينقص المال عن النصاب بسبب الدين ولكن يستغرق المال كله، فلا زكاة عليه إن كان الدين حالا. إذا كان الدين حال، يعني مثلا واحد الشخص عنده 55,000 درهم وهي دين عليه لشخص، واحد الشخص أقرضه 30,000 درهم، إذا عنده 55 وعليه 30,000 درهم ديال الزكاة، هذيك 55 وصلت ليه في رمضان والزكاة السيد اللي داير معاه يعطيه الدين داير معاه مثلا في شعبان، شعبان الموالي ولا شوال ولا ربيع، كيتسنى غير يوصل الأجل ديال الدين ويعطيه المولى، وصل الأجل في شعبان اللي كان داير معاه ولا قال ليه مولاها شوف خليها عندي تن نجي عندك، جا عنده مولاها في شعبان، إذا حل الدين وعطاها ليه فلا زكاة عليه. أو وصل الحلول ديال الدين في شعبان وقال لي مولاها هيا خليها عندك الله يرضي عليك تل محرم، أنا على سفر محرم إن شاء الله وعطيها ليا، كذلك لا زكاة عليه لأن ديك 30,000 درهم اللي عنده ليست له، إي دين كيتسنى يعطيه المولاه. واضح المعنى؟ هذا هو معنى إن كان الدين حالا. أما إذا كان الدين غير حال ويسدده بالتقسيط، إما الدين غير حال أو أنه يسدد الدين بالتقسيط، مثلا عليه 30,000 درهم ولكن مول 30,000 درهم داير معاه كل 6 شهور يعطيه مثلا 2,000 درهم، قال لي شوف من 6 شهور ل6 شهور اعطيني 2,000 درهم ولا من شهر لشهر اعطيني 500 درهم، لا هذا من اللي يوصل الحول تجب عليه الزكاة. واضح؟ لأن الدين ديالو ليس حالا، هذا كل شهر يسدد 500 درهم ولا كل، واضح المعنى؟ وبالتالي هذا يزكي، لكن اللي عليه دين حال غيخرجوا من ديك الفلوس ويعطيه لصاحبه لصاحبه هذا لا زكاة عليه، لأن 30,000 درهم حيدناها من 55 شحال بقى؟ بقات 25 ليست بالغة النصاب الذهب، وبالتالي لا زكاة عليه، ما دام استغرقات فلا زكاة، هذا الشرط الثاني. شنو هو المقدار المخرج؟ شحال نخرجوا؟ هي وجبات زكاة وتفرض الشروط وكذا، شحال نخرجوا؟ ربع العشر.
ربع العشر بطريقة سهلة جدا. داك المجموع ديال الفلوس اللي فوق 55,000 درهم وحال عليه الحول وما كاينش دين يستغرقه حال مجموع اللي كان كتبوا. كاين شي حد دابا ما عندوش آلة حاسبة ياك، كل شيء عنده الهاتف، الهاتف فيه آلة حاسبة، كتب 80,000 درهم 20,000 درهم اللي بغيتي ودير قسمها على 40، قسمها على 40، هذاك الحاصل اللي يخرج لك هو ربع العشر. واضح؟ ربع العشر هو تقسم مجموع ما عندك على 40. وشحال ما كان نفس التنبيه اللي نبهت عليه، ماشي ضروري خاصها تكون مليون كامله، لا، عندك مليون و155 الف ريال واضعها وحال عليها الحول، ماشي مصروف ديالك، لا، حاطها وحال عليها الحول، خاصك تزكي على 10 و155 الف ريال و400 ريال. واش واضح؟ داك المجموع كامل كتبوه في الاله الحاسبه وقسموه على 10، قسموه على 40 عفوا، قسموه على 40، هذا هو ربع العشر. شنو معنى ربع العشر؟ ربع العشر يعني المال ديالنا كنقسموه على 10 وداك الجزء من 10 نعاودو نقسموه على 4، هذا هو ربع العشر. اولى المال ديالنا نقسموه على 4 وربع واحد من 4 نقسموه على 10، نفس الخارج. فاختصارا غتقسموه على 10 وتعاود على 4 ولا 4 وتعاود على 10، قسموه على 40، هي هذيك هي ربع العشر. وضع المعنى اختصارا. اذا هذاك المقدار اللي غادي يخرج لك هو ربع العشر، ساهل، ما تحتاج تسول، ما تعيط لحتى شي حد، ما تسول حتى شي حد، كتبوا في آلة حاسبة القسمة ولدك قول لي يوريك علامة القسمة، كتب دير علامة القسمة ووريك على 40، هذاك الشيء اللي خرج لك سواء كتبتيه بالريال ولا بالدرهم اللي بغيتي، غيخرج لك المقدار، هذاك هو اللي واجب عليك تزكيه. فهم المعنى؟ إذا يقول رحمه الله: وأما زكاة الذهب والفضة فيشترط فيها مرور الحول والملك التام. الملك التام هذا احتراز من الملك ناقص، لأنه ممكن بعض الناس يكون عنده ملك لشي أمور ولكن لا يملكها ملكا تاما، فيها شي حق متعلق بالغير. إلى المال ديالك فيه شي حق متعلق بالغير ما كتسماش مالك ملكا تاما. مثلا واحد الإنسان عنده 6 مليون ولكن وضعها رهينة عند شخص، مثلا اشترى من عند شخص سيارة، اشترى ما عندوش سيارة و مازال كيتسالوا في ديك السياره شي فلوس ولا كذا، ولا بقات بيناتهم ارض ولا بقات بيناتهم حبوب ولا كذا. فالمهم عطاه ديك 6 المليون غير رهينه، قال لي هيا رهينه عندك تنجيب لك، نجيب لك حقك، نجيب لك المحصول الزراعي ولا نجيب لك سيارتك ولا على شي حاجه. هذيك 6 المليون ما عندوش، هي راه الملك ديالو ولكن هو وضعها مرهونه عند شخص من اللي يعطيه حقه يردها ليه، لا تجب عليه الزكاه لانه لا يملكها ملكا. شنو العلامه ديال الملك التام؟ العلامه ديال الملك التام هي اهليه التصرف. شي ملي كيكون عندك فلوس كتصرف فيها كما شئت، تبيعها، تهبها، تتصدق بها، هذا دليل علامه على الملك التام. مالك ملك تام بدليل، بغيت تبيعها تبيعها، بغيت توهبها توهبها، هذه هي العلامه ديال الملك التام. الى شي حاجه فيها حق ديال الغير متعلق بها ممكن تصرف فيها، كتكون محجوزه ما يمكنش لك تصرف فيها لانه واخا ديالك ولكن راه عندها دابا الان واحد الحق ديال الغير متعلق بها، اذا فانت مالكها ملكا ناقصا، مازال ما عندكش حق تصرف فيها، وبالتالي ما غاديش تخرج ليها الزكاه حتى تصير مالكا لها ملكا تاما. هذا الملك التام. وكمال النصاب، كمال النصاب تكلمنا عليه، يعني اللي عنده قل من النصاب ليست عليه زكاه الا ان يتطوع. فيؤخذ من 200 درهم وهو نصاب الفضه و20 دينارا وهو نصاب الذهب ربع العشور. واضح هادشي دابا؟ طيب نتكلموا على بعض الاستثناءات ولا بعض الصور العارضه. يستثنى من هذا، دابا احنا عرفنا النصاب والقدر المخرج، يستثنى منه الحلي المعد للزينة، الحلي ديال المرأة من الذهب والفضة، لأنه قد يقول قائل مرأة عندها الذهب وراء الذهب هو الأصل في الزكاة، كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة كتكون من الذهب، الدينار ذهبي والدرهم راه فضي، وهذه مرأة عندها حلي كتزين به في عنقها في رقبتها في كذا من الذهب وهو يبلغ نصابا، إذا وخاصة تزكي اللي راه ذهب. الجواب لا، الحلي المباح للاستعمال لا زكاة فيه، وهو الحلي المأذون فيه للمرأة، الرجل ما كيديرش الحلي ديال الذهب، ما كيديرش الحلي عموما، عموما لا لا, لا يتحلى، وإنما الزينة في الأصل للمرأة. إذا في الشاهد الحلي المباح لاستعمال المرأة سواء كان ذهبا أو فضة ولو يكون بالغ النصاب ما دام معدا للزينة، ما دام المرأة شارياه للزينة، ماشي شارياه للهروب من الزكاة، لا، شارياه للزينة، اشتراته تتزين به، ولو يكون واصل 10 المليون لا زكاة عليه. عندها واحد الحلي مرة في المناسبات كتلبسو، اشتراته هي غير باش تزين به لزوجها ولا في المناسبات ولا كذا ولا كذا، هذا ليس فيه زكاة. واضح المعنى؟ ولكن قلت إذا كان للزينة للتحلي، أما إذا كان للهروب من الزكاة، مرة كتقول الحلي ما فيش زكاة، عرفت هذا الحكم،
انا عندي واحد 10 مليون ورثتها من با غد تكال ليا غير بزكاش ندير نشري بها الذهب. الذهب راه ما كيطيحش هكذا كيقولوا. طيب علاش بغات تشري الذهب؟ باش هذيك ال 10 مليون ما تاكلهاش الزكاه، ما تمشيش ليها بزكاه كل عام تخرج ليها ربع العشر غتنقص. فقالت نشري بها ذهب الحلي ما فيه زكاه، بغات الحيله باش تهرب، تجب عليها الزكاه. يفتي الفقهاء بوجوب الزكاة لأنها أرادت أن تحتال على إسقاط الزكاة فيسد عليها باب الحيلة، ولكن اللي شاريها بنية الزينة لا زكاة عليها. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني العين المغصوبة أو ضائعة. إلى الإنسان عنده فلوس ولكن تسرقها ليه شي حد، غصبها لي شي حد، جاء اما سرقها لي خلسة ولا شي حد غصبها لي هكذا لي جهارا نهارا، تالي فلوس دالي 10 مليون 20 مليون تالي فلان ولا شي حد سرقها خلسة، هل عليه زكاتها؟ لا. طيب دازت واحد العامين ثلاث سنين وردت له عينه الضائعة، هذيك المغصوبة ماشي الضائعة المغصوبة، هذيك اللي تغصبات ليه هذاك السيد تاب الله ولا شي ناس قدروا عليه ولا كذا وردوا للسيد الفلوس ديالو اللي مشى 10 مليون 20 مليون 20 مليون ردوها لي كانت مغصوبة، ولكن دازت عامين ولا 10 سنين عاد ردوها عليه. يزكي كم؟ يزكي لعام واحد، اي يزكي عليها الزكاه ديال عام واحد ولو مكثت عند الغاصب 10 سنين، يزكي عليها لعام واحد. هذه العين المغصوبه. العين الضائعه هذه ماشي مغصوبه، هي تلفات ليه، عنده شي مثلا ذهب ولا لؤلؤ ثمنه غالي النفيس ماشي للزينه لا للتجاره باغي يتاجر به ولا كذا، بعد الاذان ان شاء الله نكمله. كذلك قلنا الى ضاعت الانسان بعض الاموال ديالو، مثلا انسان عنده 10 مليون عنده مال بالغ النصاب، لكن واحد المليون تلف ليه، عنده 10 واحد تلف ليه قلب عليه ما لقاهش مثلا وضعوه في شي بلاصه ونسى ولا على كل حال ضاع، فاذا شحال القلقه هي تسعود، كيبقى كيزكي على ديك التسعود العام الاول العام الثاني الثالث وكتزاد كتولي 10 كتولي 12 من بعد هو لقى داك المليون. هذه العين الضائعة. أو لؤلؤة عنده للتجارة معدها للتجارة وفيها ذات قيمة، فالمقصود عين ضائعة مال ولا كذا، ومرت سنوات عاد لقى ديك العين الضائعة داك 10000 درهم، دازت مثلا عامين ويلقاها تفكر راه كنت وضعتها في ذاك المكان فوجدها في ذاك المكان، يزكي عليها لعام، غيزكي عليها بوحدها لان راه حال عليها الحول، راه دازت عليها عامين ولا ثلاث سنين ولا 10 سنين غيخرج العشر ربع العشر ديالها، لان النصاب راه عنده بالانضمام للمال الاخر، الا ضمينا ديك 10000 درهم ديك تسعود و10 و12 اللي كيزكي عنده النصاب بالغ، غير هاد العشر المليون ما كانش كيزكي عليه كان ضايع ما غيزكيش عليه، ولكن ملي لقاه مجرد ما يلقاه غيزكي يخرج الزكاه ديال عام واحد ولو ضاع له 10 سنوات. إذن هادو جوج العين المغصوبة والضائعة تزكى لعام واحد على جميع الأعوام. أما العين المودعة، المودعة اللي خلاها الإنسان وديعة، عنده فلوس خلاها وديعة عند صاحبه ولا شي حد كيثق فيه ولا باه ولا مو، خلي عندك هاد الأمانة راه كذا، خلاها عند شي حد وديعة ماشي سلفتيه، فرق بين السلف والوديعة. الوديعة يعني داك الشخص اللي عطيتيها ليه شادها عنده أمانة ما كيتصرف فيها ولا شي، ما عنده ما يدير بها، هو مستغني عليها ما محتاجهاش، خليتيها عنده غير امانه ما عندكش فين ديرها فحفظها لك، فمن الوديعه، فرق بين الوديعه والسلف. خليتيها ليه وديعه، قلتي خليها عندك ما محتاجه نقولها لك، ولا انا غنسافر ترجع من السفر واعطيها لي ما عنديش فين نوضعها. فهذيك الوديعه ملي قبضها الانسان يزكيها لكل عام اذا مكثت اعواما عند المودع. خليتي عنده ديك 5 مليون 5 سنين وهي عنده انت مسافر ما رجعتيش وذا، ملي جيتي راه ديك الامانه عطاك الامانه غتزكي عليها 5 سنين لكل عام. واضح الفرق بين الوديعه وبين العين المغصوبه والضائعه، واضح المعنى؟ لان الوديعه انت اللي واضعها انت اللي حاطها باختيارك فكانها عندك، بحال الا مخبيها عندك مخليها عند واحد اخر بحال الا حاطها عندك، فملي تقبضها تزكي على جميع الاعوام التي مرت. اختم بمساله عندها علاقه بزكاه المال، يكثر عنها السؤال وكتفرع عليها عديد من المسائل. حنا دابا ذكرنا الزكاه اللي هو ذكرنا النصاب اللي هو 55000 درهم. لو فرضنا ان شي حد عنده 60000 درهم بلغات ليه في رمضان، فعرف مع راسو مسلم هو، راه المسلم خاصو يكون راد بال، لان بعض الناس كيتصلوا بعض الاحيان كيتصلوا على الناس كيسولوا كيقول لك ما عرفتش فوقاش بلغ النصاب، ما خاصش المسلم يقول ما عرفتش فوقاش بلغ النصاب. راه المسلم مسلم، فرق بين المسلم وبين من ليس بمسلم. مسلم اذا رد بالك وانت كتجمع الفلوس قبل ما توصل للنصاب بعامين ولا بمراحل تبقى رد بالك وكتسول وقتاش غنوصل للنصاب، ماشي حتى من بعد تقول ما عرفتش وقتاش وصل عندي المال للنصاب، اذا ما
ما كنتيش مديها في الزكاه. اذا فالمسلم اللي راد باله قبل ما يبلغ النصاب ديما كيسول ياك ما وصلت النصاب ياك ما كذا. فاذا شاهد المثال اللي بغيت نقول هذا واحد الانسان بلغ النصاب عنده 60000 درهم في شعبان، فاذا قال مع راسو غنستقبل بها حول، يعني الا بقات عندي فوق النصاب شعبان الجاي راه نخرج الزكاه. وانا كنقول لكم شعبان ورمضان باش تنتبهوا لواحد الامر اللي هو الحول يقدر باش بالشهور القمريه ماشي بالشهور الميلاديه، لا بالشهر القمري. اش كنقول لكم شعبان رمضان محرم ربيع الاول ما كنقدروش بالشهر هذا الذي يسمى بالميلادي، بالشهر القمري. اذا الشاهد قلت قال ان شاء الله شعبان جاي نزكي، وهو غادي كيدوز شهر مور شهر وصل رجب، فوهب له مال او ورث مالا، مثلا ورث وهمات ولا مش حد من الورثه ورث 6 مليون اخرى، فملي وصل شعبان لقى عنده 12، 6 حال عليها الحول و6 يلاه ورثها في جمادى الاولى، يلاه دازت عليها 3 شهور 4 شهور مثلا. فمن المعنى شنو الحكم؟ الحكم انه يزكي على ديك 6 اللي حال عليها الحول، وهذه غيستقبل بها حول من المده اللي خداها فيها، من الوقت اللي وقتاش خديتيها فلان في جمادى، اذا هذيك ان شاء الله في جمادى الجايه تزكي على 6 المليون اللي تزادت، وهذه 6 تزكي عليها. قال لا شي ما بغيتش انا كل مره نبقى نزكي، ندير لهم مزيان جزاك الله خير نخرج لهم كاملين في شعبان، هاد شعبان هذا زكي على كل شيء باش يبقى عندك حول واحد كتزكي فيه اموالك كلها. اذا من شعبان لشعبان ان شاء الله تزكي ان شاء ذلك فجزاه الله خيرا له ذلك، هذا تطوع منه. لكن هو لا بغى يعرف الواجب، كنقولوا له هذيك 6 اللي حالها في شعبان غتزكيها في شعبان، والاخرى حتى الجمادى الاولى وعاد تزكيها، ورث مالا او وهب له او كذا. لكن الى الانسان تزاد ليه مال ربحا بتجاره، هذا ان شاء الله حنا غنتكلموا في عروض التجاره ولكن غير جانا هنا لانه عنده علاقه بهذا الموضوع هذا، فجاجة خصنا نتكلموا عليه. الى الانسان هاد 2 المليون اللي تزادته ربح من ديك 6 المليون، مثلا ديك 6 المليون كان عنده سلع عروض، سلع كيتاجر فيها كيبيع ويشري فيها، وان شاء الله عروض التجاره الدرس الجاي نتكلموا عليها، يلاه تكلمنا على زكاه المال، لكن هذا غير جابته الهضره. عنده سلع 6 المليون قومها في شعبان 6 المليون، قال الى حال عليها الحول وما نقصاتش على 6 غنزكيها ان شاء الله في شعبان الجاي. جا شعبان الجاي لقى هذيك 6 ولدات ليه رباح ولات 10، غيزكي على الجميع. احنا ما عندناش جماده ولا غترجع زكاة الربح زكاة اصله. هذيك المثال الاول اللي تكلمنا ماشي رباح، قلنا ورث 6 المليون ولا توهبات ليه 6 المليون، ما عندهاش علاقه براس بالفلوس اللي كانت عنده، عندها جاته من مدخول من جهه اخرى، واضح المعنى الفرق. اما الى ربحها من ديك 6 كيزكي عليها في حول واحد، شعبان غيزكي على 10 كامله، واضح. زكاة الربح زكاة اصلي، وهذه غتجي معنا ان شاء الله من بعد فروض التجاره. السؤال الاخير اللي بقى كيسول كثير من الناس، كيقول شي واحد انا ما عندي لا الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه، شنو الحاله ديالك؟ انا الحاله ديالي هو انني كل شهر كنضيف واحد شويه، مثلا موظف ولا اجير كنتخلص من شهر لشهر، كل شهر كنزيد شي شويه على ديك النصاب اللي عندي، عندي 600 كل شهر كنزيد 2000 درهم 3000 الى اخره. فملي كيجي لي الحول المقبل كنلقى 6 ولات مثلا 9 ولا، واضح المعنى، بسبب كل شهر كنضيف شي شويه. كنقولوا ليه انت بين امرين اثنين، الامر الاول ان شئت وامر فيه تعب ولكن لا بغيتي شغلك هذاك، تحمل مسؤوليتك انك ملي غادي يوصل الحول غادي تزكي على غير 6 مليون حال الحول، ولكن كل شهر غتكتب في مذكره كل شهر كم اضفت، دير مذكره وتكون جاد في هذا الشيء، ما فيش اللعب. تقول شهر رمضان ضفت 2000 درهم، شوال 2500 درهم، فذي القعده 2700 درهم، فهذا الشهر 1000 وكذا، فهذا الشهر كذا، واش غدير؟ ديك الساعه كل ما وصل الشهر غتخرج العشر ديالو، اذا ضفت في رمضان 2500 غنكتب 2500 في اله حاسبه وقسمها على 10، واخا تكون هي 20 درهم نخرجها. فشوال عود ثاني شحال كنا قلنا ضفنا في شوال 2700، كتب 2700 قسمها على 10 خرج العشر، عفوا على 40، على 40 خرج ربع العشر ديالها، على 40 ربع العشر، وهكذا. اذا غتولي كل شهر كتخرج الزكاه. هذه الحاله الاولى لا بغيتي تحمل مسؤوليتك، وهي فيها شيء من المشقه، شويه ديال المشقه، يعني خاص كل شهر يكتب شحال حط. الحالة الصورة الثانية اللي هي أسهر وأيسر، وهي اللي كانوا كيديروها الناس قديما ومازال بزاف الناس، أغلب الناس حتى في زماننا كيديروها، وهي أيسر وأسهل، أن الإنسان كيحدد لراسو واحد الشهر في السنة كيخرج فيه زكاته كلها، ما كيبقاش يحسب لا زدت هذه في الشهر الأول هذه في الشهر الثاني، ملي كيوصل ذاك الشهر اللي هو عادة كيخرج فيه الزكاة كيخرج على المجموع اللي عنده كامل، بغض النظر هذه تزادت في الشهر الأول هذه في الثاني هذه في الثالث هذه، واضح المعنى؟ وهذا أيسر وأحسن وأحوط.
ملي يوصل داك شعبان خرج على 90 كامله هذا احسن وهني راسك. لكن الا بغيتي كل شهر تخرج قلتي انا التي حل عليها الحول عام نخرج عليها الزكاه فلا كذلك هذا جائز واضح المعنى. ولكن خاصك تلتزم الا عرفتي راسك تقدر تلتزم بالامر الذي ذكر. اكتفي بهذا والله تعالى على اعلم والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناه ليصلكم كل جديد.